أهلا بكم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للباحثين والباحثات عن عمل، خطوات ميسرة للتقديم على الإعلانات الوظيفية المدعومة من البرنامج، وتبدأ بدخول الفرد لحسابه في البوابة الوطنية للعمل طاقات، ثم إكمال بيانات السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل التعليمي، يليها البحث عن الإعلانات الوظيفية واختيار نوع العمل، برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ثم التقديم على الوظيفة المناسبة وانتظار قبول المنشأة، ليتم بعدها إكمال عملية التوظيف وانضمام المتقدم إلى البرنامج.